من حسن حظ السوريين في هذا الواقع السيء الذي يهيمن على قضيتهم حالياً أنه لا توجد على سبيل المثال بين الكويت وسوريا حدود مشتركة يتم تهريب مخدرات نظام ميليشيا أسد إليها، وإلا لكانت ربما اضطرت للتساوق مع موقف الدول التطبيعية كلياً. ومن حسن حظهم أيضاً أنه ليس بين قطر وإيران مصالحة جديدة واتفاق طارئ تريد الدوحة العمل على إنجازه مثل السعودية عبر إعادة تعويم النظام، وإلا كانت قد ضغطت في سبيل ذلك. ومن حسن الحظ ربما أنه ليس في مصر عدد كبير من اللاجئين السوريين تريد عودتهم إلى بلادهم، وإلا لكان على الأغلب موقفها كموقف الأردن في السعي الحثيث والسريع لإعادة نظام أسد للجامعة العربية. لكن بعد ذلك لا يبدو أن ما يجري هو في صالح الشعب السوري والمعارضة، على الأقل بالنظر إلى مخرجات لقاء عمان الوزاري العربي الذي انتهى اليوم. يقول البيان الختامي للقاء الذي قرأه وزير الخارجية الأردني إن الوزراء اتفقوا على العمل لدعم سوريا من أجل بسط سيطرتها على أراضيها وعلى إعادة اللاجئين وضرورة خروج القوات الأجنبية غير المشروعة والجماعات المسلحة والإرهابية من سوريا. الاجتماع الذي كان إيجابياً بحسب البيان تضمن التأكيد على منهجية خطوة مقابل خطوة بناء على القرار 2254، وربما يكون ذلك أفضل ما في هذا البيان على ما فيه، أي الإشارة للقرار الدولي المذكور والذي يتهرب منه النظام باستمرار. لكن هل هذا يكفي؟ لا، لأن الطامة الكبرى التي خلص إليها الاجتماع هو التوافق على إنشاء آلية دعم اقتصادي لحكومة النظام بين الدول العربية والأمم المتحدة تكون كفيلة بالتحايل على العقوبات الغربية. إذن تم إيجاد منهجية من أجل ذلك بسرعة، بينما تعجز أو يعجز الجميع حتى الآن عن إيجاد آلية لإخراج الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وبقية الميليشيات الإيرانية من سوريا، ناهيك عن آلية لتطبيق كامل للقرار الأممي 2254 بكل بنوده. لكن هل المطلوب حقا إخراج هذه الميليشيات؟ وهل يستطيع النظام الأسدي إخراجها وتطبيق القانون وتحقيق بيئة آمنة لعودة اللاجئين ووقف تهريب المخدرات؟ الواقع والمنطق وكل شيء، كل شيء يقول لا. فماذا يريد العرب بالضبط إذن؟ لا يبدو أن العرب يريدون اليوم سوى تصغير القضية السورية وطي ملفها كآخر بلدان الربيع العربي وإعادة اللاجئين بأي شكل وبأي طريقة وأي ثمن. فلماذا يريدون ذلك؟